سيكون اللاعب الفرنسي بول بوجبا من أبرز النجوم الذين ستلاحقهم أخبار الانتقالات خلال ميركاتو الصيف القادم، بما أن متوسط ميدان مانشستر يونايتد سيكون حرا من أي ارتباط بنهاية الموسم الحالي، وهو ما يجعله مرشحا للانتقال إلى أبرز الفرق في العالم. ولم يحسم بوجبا موقفه النهائي بشأن مستقبله الرياضي بعد أن رفض في وقت سابق تمديد عقده مع فريقه رغم قيمة العرض الذي قدمه الشياطين الحمر، وهو ما يعني أنه يعتزم الرحيل عن فريقه الذي انضم إليه قادما من يوفنتوس في صفقة قياسية. ويبدو أن بوجبا قد يغير موقفه من الرحيل عن فريقه، حيث أشار موقع قناة RMC الفرنسية إلى أن بوجبا لم يعد متحمسا بشكل كامل للرحيل، وأنه بات يفكر في تمديد عقده مع فريقه لمواسم إضافية، خاصة أن مانشستر عبر في وقت سابق عن تمسكه بلاعبه الفرنسي. وحسب مصادر صحفية فإن الصفقات التي قامت بها إدارة النادي مانشستر يونايتد هذا الصيف من خلال التعاقد مع البرتغالي رونالدو والإنجليزي سانشو والفرنسي فاران تثبت أن هناك رغبة في جعل الفريق أكثر قوة في المواسم القادمة. وقد شجعت صفقة رونالدو بشكل أساسي على تغيير مقاربة بوجبا بشأن ترك النادي الذي تألق معه بشكل كبير، ذلك أن قدوم اللاعب البرتغالي أعطى دفعا قويا للجميع في النادي. وأثبتت إدارة الفريق أن مانشستر ما زال قادرا على استقطاب أفضل اللاعبين في العالم، كما يحظى بوجبا بمكانة مميزة لدى جماهير مانشستر يونايتد والمدرب سوسكاير الذي يثق كثيرا في قدرات النجم الفرنسي واعتمد عليه أساسيا بشكل متواصل رغم مروره بفترة فراغ خلال بداية الموسم الماضي. وكانت عديد الأخبار قد ربطت بين بوجبا وفريق ريال مدريد الإسباني الذي يسعى منذ فترة إلى إقناع النجم الفرنسي بالتعاقد معه بعد نهاية عقده مع مانشستر، ولكن يبدو أن المعطيات ستتغير. يذكر أن عقد بول بوجبا البالغ من العمر 28 عاما مع نادي مانشستر يونايتد سينتهي في الصيف المقبل.